حياكم الله في العربية ويكند، برنامجكم الأسبوعي لأهم أخبار العالم، أخبار سياسية واقتصادية وتقنية والكثير من الملفات المشوقة، بطرح مختلف ونظرة أكثر شبابية نفسر فيها العناوين الرئيسية. معي أنا ياسمين السعيد وأنا نور الحصني، فياهلا فيكم في العربية ويكند. في حلقتنا اليوم البحث عن مساحات إعلامية آمنة، سمة مشتركة بين بايدن وترامب تجاه الصحافة الصعبة. وبعد الهروب من المناظرات بايدن يعلن استعداده لمواجهة ترامب دون أن يحدد موعدا. وفي استفتاء العربية ويكند 75% من الشباب العربي يبحث في متطلبات سوق العمل قبل تحديد التخصص الجامعي، ونحن اليوم نناقش هذا الموضوع، ما هي المعايير وما هي الوظائف التي لم تخلق بعد، ملفنا النقاشي في حلقتنا اليوم. Monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now. AI-driven solutions and experiences, from self-driving cars to intelligent homes. صحيح، فوفقا لموقع أكسيوس، بايدن رفض خلال بينما جلس مرتين قبل الانتخابات المقبلة بنوفمبر، والكلام هنا لموقع أكسيوس. وبالنسبة لترامب عادة ما يتعرض لهجوم من قبل الصحفيين متمرسين ويحكوا معهم أكيد. صحيح، فرونالد ريغان مثلا أجرى 15 مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، وحتى في مرة اعترف بأن هناك 3 صحفيين عادة. الإجابات ياسمين جاءت كالتالي، طلبات وتحتل هندسة الحاسوب المرتبة الأولى. شكرا على تواجدك معنا. شكرا. خلينا ننتقل شوي للأجواء الإيجابية، ابقوا معنا مشاهدينا بعد الفاصل، رح نحكي عن السفر جيل زد. السفر أصبح هدفه الأول وغايته حتى لو لم يملك الكثير من المال. فكيف يغير السفر جودة حياة الشباب، وما هي تجربة ضيفنا المميز في السفر؟ تابعونا في ملفنا القادم. قد لا يمتلك جيل زد الكثير من المال، لكن السفر هو عنوانه الدائم. للأسف أنا بعتذر منك، انتهى الوقت، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل معكم مشاهدينا إلى ختام. ما في حلقة بكرة، حلقتنا الأسبوع الجاي، انتظرونا.